أخوكم مصطفى عبد الله علي التوم، مواليد جزيرة الكاسنجر السياحية. الجزيرة دي بتحكي عن شنو؟ الجزيرة دي بتحكي يعني عن السياحة، يعني أصلا الجزيرة دي نحن حاولنا فيها رمال، فيها مناظر طبيعية، ونحن لما جينا لقينا المناظر دي، المناظر السياحية دي، قلنا يا أخي نحن بدل ما تكون الحكاية بسيطة كده، ممكن نحن نعمل لها إعلام عشان ما كل الناس يعني يشوفوا المكان السياحي ده ويجوا يستمتعوا بالجو اللي عندنا. يعني عندنا شلالات. كم جزيرة؟ عندنا تقريبا ما يقارب ال 80 جزيرة. 80 جزيرة. كم شلال؟ كم شلال ما يقارب ال 10 شلالات. 10 شلالات. جام كبيرة ولا؟ جام كبيرة، جام كبيرة. يعني في جولة كده ممكن أزول يجي ونطلع جولة كده عشان ما كلنا نمر بالشلالات. السياح بيجوا الأيامات دي؟ الحمد لله السياح أصلاً نحن ما وقفنا، يعني تقريبا بدينا 4 سنة. 4 سنة في وفود تيجي من مكانات بعيدة، وفي أجانب برضه بيجونا هنا كثيرين يعني. ويعني كانوا هم السياح كانت بتعجبهم، يعني كانوا برضه مننا مبسوطين يعني. كيف رأيكم في المنشأة؟ والله يا أخي ده شيء ذات وصف نحن كنا بنتمناه. نحن هسه الآن كلنا بنسبح ونعرف نقدم، بس الشغله دي جاتنا زياده بخير، وان شاء الله حننجح فيها. يعني النجاح ما عاد كلكم، احنا نشكركم يا اخي شكر جزيل. خلاص على موضوع على الزوارق اللي فينا. نتمنى ثاني شنو؟ نتمنى زياده، ودايرين التطور، ودايرين ان شاء الله نحن نبقى يعني نعمل دورات عالميه في هذا المكان ان شاء الله. ان شاء الله.